نرجع معكم مشاهدينا ومع متابعة لقاءاتنا من يوم جديد. بلقائنا التالي رح نحكي عن جمعية بسمة، نتعرف أكثر على النشاطات يلي عم بيقوموا فيها من خلال الجمعية. ألين الخوري مساعدة اجتماعية ببسمة، أهلا وسهلا فيك. ومريحة هيك حضرتك مستفيدة من النشاط والدورات التدريبية اللي قامت فيها بسمة. كمان أهلا وسهلا فيك. بداية إذا بدنا نعرف أكثر المشاهدين على جمعية بسمة، قدي صار لها موجودة، هدفها الأساسي وبش بشكل عام النشاطات اللي عم تقوموا فيها. بسمة جمعية دينية للتنمية الاجتماعية، تأسست بال 2002. نحن بنهتم بعيال محتاجة لبنانية، بنساعدهم على كل الأصعدة ليصيروا مستقلين ماديا ومعنويا من خلال خطة عمل معينة. بنبلش أول شيء على صعيد الطوارئ، نعطي كل شهر مواد غذائية، ملابس، أدوية. بنهتم بالصحة النفسية مع معالجين نفسيين وأخصائيين، وأكيد بكل الأمراض الموجودة بالعائلة. نعمل إعادة ترميم للبيوت، إعادة ترميم كاملة، لأنه البيوت الفقيرة حضرتك بتعرف قديه بتكون بحاجة لتثبيت. بنرجع بنشتغل على التعليم للأطفال مع دخول للمدارس، كتب وقرطاسية ودورات بعد الظهر، مدارس ليلية. وعندنا مكتب التوظيف يلي هو اليوم مدمرين معنا من خلال مكتب التوظيف، يلي هلا عم نعمل فيه دورات تدريبية ليقدروا النساء يفوتوا على سوق العمل، ونكون عم ندبر لهم شغل. يعني أول بارتي من مكتب التوظيف عم بتكون من خلال دورات ليتمكنوا ويصيروا قادرين يفوتوا على سوق العمل، وتاني بارتي عم بتكون من خلال الجوب فورم، يعني منتدى نجمع فيه أرباب العمل والشرك الكبيرة اللي بتحب تكون عم بتساعد أشخاص لبنانيين محتاجين لعمل، ليكونوا عم بيساعدونا بخطة إعادة تأهيل العيال اللبنانية. كيف تعرفتي ماريا على بسمة؟ أنا سامعة بسمة من قبل، إنه من النشاطات اللي بيعملوها، ومن خلال البلدية بمجرد نحن قاعدين بعين الرمانة دقوا لي قالوا لي إنه في دورة تدريبية كرمال التوظيفات. بقى حبيت الفكرة، التزمنا بالدورات، كانت دورات عن جد كيف بدي اقول لك كثير حلوة. أخصائيين أعطونا كيف ممكن تتعاملي، كيف ممكن، شو حقوقك بالعمل، شو واجباتك، كيف يعني بدك تتصرفي، كيف بدك تقابلي، كيف اللي بتشتغلي يا ماري؟ انا لا، عم ببرم على شغل اجمالا، ومثل ما قلنا بدي تدريبات، وبنرجع نحكي معك حتى نشوف شو نوعيه العمل يلي بتلاقيها قريبه اكيد لإلك. التدريبات يلي قمتوا فيها، كم سيده كانوا متواجدين معكم؟ مين اللي اعطى، مين كان السبيكرز، مين اعطى الورك شوبس، وكم سيده كانت اكيد عم تستفيد منها؟ انا بالاول بدي اقول بس هي شو الهدف النهائي من هالدورات. نحن من منطلق انه العيال السليمة هي اساس المجتمع. من بعد خبرة بسمة 14 سنة اكتشفنا انه اكيد الام هي اساس كل عيلة، والام هي اللي قدرت توقف العيال على اجريها. هالسيدات عندهم كتير اندفاع. نحن بكل دورة عنا 25 سيدة، لانه الدورة بدها تكون مهنية وبدها يكون في تركيز وعدد قليل تيقدروا يفهموا، لانه بنعمل مع التدريبات اللي نحن عم نعطيها التيوري، يعني القصص لهذا، بنعمل اشياء تطبيقية. رح اعطيك فكرة عن شو كنا عم ندربهم. اول شيء اكيد مندربهم على التفكير الايجابي من خلال لايف كوتش، مدربين اكسبير، يعني مختصين بالمجالات تبعهم، من خلال اتش ار اجوا من شركة كتير كبيرة اعطونا من خبرتهم. بعدين بنبلش نعمل لهم ارشاد وتوجيه ليقدروا يلاقوا الوظيفة يلي بتناسبهم وبتناسب قدراتهم. اكيد نحن بنكون عم نساعدهم ليكتشفوا شو هي قدراتهم، شو بيقدروا يعملوا. بعدين اكيد بنعطيهم الامور الاساسية تقدروا يفوتوا بعمل، يعني كيف الطرق المهنية للبحث عن وظائف، كيف نقدر نعمل سيرة ذاتية، كيف نقدر نعمل كفر لتر، شو كيف البادي لانجويج، شو بدنا نلبس على انترفيو عمل. بعدين بنبلش نعطيهم القصص الاكثر تنظيمية، كيف ننظم العمل بمكتب، كيف الطرق المهنية للتواصل، نعطيهم نموذج عن الحساب اذا شخص بده يشتغل بمحل مبيعات. نعطيهم كتير دفع، نشتغل كتير على شخصيتهم من خلال متابعة نفسية واخصائيين
والترينر قدي وقت الدورة يقدروا يدعمون. نحن الدورة هي 15 دورة كل مرة ساعتين امتدت على شهر 30 ساعة. ونحن يعني هدفنا السنة يكون عم نطال 100 أو 150 مرأة. أوكي. يعني كل جروب 25 مرة رح تكون عم تنعاد الدورة 4 أو 5 مرات. رح نشوف بعض الصور وأكيد نعلق أكثر عليها، وكمان نتابع مع ماري بفكرة الدورة. أول شيء كنت إيجابية بالأصل ولا صرتي وشو غيرت فيك؟ لا صراحة غيرت فيي كثير، أكيد أكيد غيرت فيي قويت شخصيتك، بتحس إنه صرت تعرفي كيف لازم تحكي مع العالم، كيف تقوي ما تكون ضعيفة، بتغير لك نمط، يعني كيف تحتالي تلاقي هالشي اللي انت حببتيه، اللي انت عم بتناضلي كرماله، اللي بدك تعمليه يعني كرمال عائلتك وولادك. عم نشوف الصور واكيد نتعرف اكتر كان معكم نشاط عيد الام عملناه الاحد. أوكي. من الانشطة اللي بتعملها بسمة، لانه نحن مثل ما قلت نحن كتير منعزز دور الام، وبسمة السنة ربحت الجائزة الاولى على الجمعيات اللي بتدعم الومن امباورمنت بالبست ايديالستيك ان جي او، ربحت النمبر 1. فكنا عاملين نهار لعيد الام بالتعاون مع كشاف الجمهور. شوف سيلبرتيز معكم وسام صباح. نعم ميلاد كمان لايف كوتش بيعطاها هون كتير دعم للسيدات. وسام صباح كمان كان حاضر بنتشكره، دايما عم بيكون عنا دعم من كتير وجوه معروفة. هون سيلفيو شيحة ماريتا الحلاني كمان هن من الداعمين لجمعية بسمة. اوكي، فاذا بشكل عام حكينا عن الاكتيفيتيز. بالعوده لإلك ماري، كنا عم نحكي عن الاستفاده من وراء هالدورات، وين بتحسي حالك؟ شو هو الشغل يلي بناسبك اكثر شيء؟ وهل كنت بفكره معينه انه فيك تشتغلي بدومين معين؟ اكتشفوا فيك امور معينه فيك تعطيها ما كنت مفكره فيها قبل؟ هلا اكيد اكيد بيطلع منك اشياء مثلا قدرات انت ما كنت حاسة انه انت تعرفيها. حبيت ايه كتير انه في مثلا دومين مثلا ريسبشن او هدول مثلا انا ما كانوا بفكري، انه كنت حس انه انا امرأة ملتزمة ببيتي، انه ما في اعطي لأولادي وجوزي وكعائلة يعني. بقى لا، حسينا انه في عنا كتير قدرات نقدر ننميها ونقويها، وممكن نشتغلها احسن من اي حدا كان شغلها بروفيشنال يعني. هون عم نشوف اكيد الدورة التدريبية والسيدات. انا بدي اقول انه هذه الدورة التدريبية جمعت هالسيدات، هن مش كلهم بيعرفوا بعضهم، صار كأنه كمان منبر للتواصل لقلهم. تعرف الوضع الاقتصادي كتير مأثر بالام خاصة هالايام، عندها هم كيف تتعيش ولادها، هم المعيشة، يعني عندهم ديبريسيون اكتئاب. كان منبر وفسحة امل لقلهم، منبر تيتواصلوا يعبروا يحسوا انه في حدا عم بيشاركهم هالمشاكل، انه انت مش لوحدك قاعدة بالبيت عندك هالمشكل. وعطاء هون كتير امل ودفع لقدام، وقت عرفوا حقوقهم عرفوا انه فيهم يشتغلوا مهام بسيطة، يكونوا عم بيساعدوا رب المنزل وقادرين يقوموا بعيالهم، لانه عنا كتير سيدات هني لوحدهم، يعني مسؤولية الولاد واجار البيت وكل شيء مسؤولية عليهم. والوضع الاقتصادي يعني اكترية هالسيدات اذا عم بيلاقوا عمل عم بيكونوا عم بيلاقوه بالحد الادنى وايام اقل من الحد الادنى، ونحن بنعرف انه اجار البيت يعني الحد الادنى 450 دولار، الاجار عم بيكون 400 دولار، بعد ما فكرنا بمدارس بطبابة باكل، يعني تقل كتير كبير عم بيكون على الام اللبنانية بهالاوضاع الصعبة. نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله مثل هالدورة ماري استفدتي واستفيد اكتر غيرك من سيدات، يكون اكبر عدد ممكن كمان عم يستفيد من كل شيء عم بتقوموا فيه من نشاطات ببسمة. ان شاء الله. ميرسي كتير لكم، ميرسي على استضافتكم لنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بريكم نتابع لقاءات يوم جديد.